تبي شعر تبي رغاش تبي كل شيء سميني جوجل جنتل ها طيب صل على رسول الله دام كذا لا تحذفون على الثاني بقسمكم فريقين حلو كلك نبه فريق كل فريق يكون فيه متحدث واحد تناقشون السؤال بينكم يعني اسالكم سؤال وتناقشون بينكم الاجابه والمتحدث يقول لي الاجابه مضبوط طيب ولا كلامك مقطوع الكنبة هذه فريق والكنبة هذه فريق ايه وجرائم متحدثنا تم تم تعال يا ابو لا حطه في الكنبة هذه من لا بس لحظه لحظه لازم نسويكم يا ربع في اي العدد وفيه يعني الذكاء وكذا كلكم فيكم الخير لكن انتم تعرفون بعض ايه ما عليك ابدا خلوا مناك وعطنا مخلد بس مبله خلاص متوازن خلاص متوازنين انتم لا لا خلوا مناك اهم شيء التوازن بس مخلد الربع يبونك لا لا عشان العدد العدد اخوياي وجيراني شوف لك دقيش منا اخوياي جيراني هنا يقول لا تروح ابو رباح عندكم تلقى لي سرك ابو رباح يكفي هناك زم تلقى لي سرك بس بيض الله وجيكم تم انا عشانكم طيب كل سؤال عليه 30 ثانية الإجابة إيه تتناقشونها بينكم 30 ثانية يطلع 30 ثانية يلتقي السؤال جميل طبعا فيها درجات ونختبر فيها ثقافتكم هل أنتم فعلا جنتل ولا لا مضبوط والشباب اللي بيجون بيكملون معكم ويكون نصيبهم من الدرجات بعد الأسئلة يلا جاهزين عطوني اختاروا لي واحد له انتم تناقشوا بينكم المهندس طيب عزوز اي نعم عزوز طيب وانتم من تختارون مخلد مخلد الله الله ونعم عليك تفضل يا ابو الحين درجات لنا كلنا ولا لا لكم بعد ما تخلص نقسم عليكم الدرجه كل واحد له درجه مو بدرجه واحده يعني بكل تقسيم نعم تعال قرقح تفضل الله يحييك ولا عليك امر عطنا شاهي ولا عليك امر تبشر بالجنه يلا جاهزين يا شباب جاهزين يا ربع نبي روح نبي روح رياضيه نبي فرح نبي مره ان كان به دراهم بيجي حماس ها ان كان به دراهم ابشر بالسعد بكل شيء شد حيلك هنا وتاخذ باذن الله مركز الدراهم الله يوفقك الله لا يهينك يرفع قدرك خدمك ان شاء الله بافراحك لا يا رجال الثانيه خلاص طيب بسم الله يلا يا شباب اسلم يلا يا معدنا خلاص طيب اعطونا تحيه لمعدنا احمد عبد الرحيم الله يسعدكم استاهل استاهل الله يحييك احمد حطيته في جنبه اليوم وبيض الله وجهك يا احمد طيب يا جماعه الخير لبيه من يدعيني ها لبيه يقول مداح مداح ترى السمع عندي شوي انا يسموني مبيح والله اسلم يلا يلا بسم الله طيب السؤال الاول اخترت اسماء الفرقه وش اسمه عليكم؟ ايه الاول الاول ها الاول ها يا عزوز الاول خلاص ها يا مخلد وش اسم فريقكم؟ ترى كنت المتحدث الرسمي عنه المتحدون المتحدون حلو الاول والمتحدون طيب السؤال الاول للفريق الاول مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يلا حيه شلونك طال عمرك ونعم نواف كيف حالك الله يحييك تفضل يا نواف مرحبا بك طيب تبونا نزود الكنب يا شباب ولا بياخذكم ياخذكم دائما مضبوط طيب نواف كيف حالك ابوي طيب صح النوم صح بدنك بناخذ المسابقه بعدين نرجع لك لين تصحصح تقهو يلا حي طيب الفريق الاول السؤال الاول يقول الباكور هو نوع من انواع سمك التونه الاسماك الرخاميه او الاسماك الصدفيه عطنا التايمر يا احمد يلا يا مخرجنا عطنا التايمر يلا نعم قلت السؤال تناقشوا بالاجابه يلا الخير الباكور هو نوع من انواع
سمك التونة، الأسماك الرخامية، الأسماك الصدفية. سريع سريع، عطني عطني إجابة بسرعة قبل تنتهي. أول شيء نتشاور. تونة. ثبت. ثبت. تثبيت. تثبيت. والإجابة صحيحة، استهلوا صفقة صفقة صفقة. يا سلام يا سلام. لا وضع الثقافة.